رحيم مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز هنا من ارضية هذا الميدان، ميدان المرموم، حيث ننقل على حضراتكم انطلاقة عاشر اشواط هذا الانطلاق الجميل هنا مع انطلاقات سن الثنايا مع الابكار المهجنات الاصايل، ونتمنى دائما التوفيق والناموس في هذه الرحلة الجميلة والمميزة هنا في هذا الانطلاق على أرضية هذا الميدان، ونتمنى إن شاء الله دائما التوفيق والناموس للأخوة المشاركين والحاضرين في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز هنا مع هذه الرحلة الجميلة والعاشرة التي خصصت للإبكار المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل التي حضرت من شتى الميادين لتتنافس ما شاء الله على هذا الانطلاق الجميل. أذهب إلى المركز الأول، اللي في المركز الاول ما شاء الله التزام حمد بجاج عبد الله بن خليفه الهاجري، النقله على المملكه ما شاء الله سعيد بن حمد بن علي البريصي المري على ثاني المراكز. انتقل وياكم الى المركز الثالث، هناك الشرود محمد بن سالم بن محمد بضبيعه الاكتبي، نقلتنا على المركز الرابع، اللي في المركز الرابع مرهوقه ما شاء الله سعيد بن حمد بن عبد الله بن فلاق الاجتبي، نقلتنا هناك الى المركز الخامس الجاسوسية على خامس المراكز محمد بن غانم بن عبد الهادي الشهواني، وسادسا اللي في المركز السادس الشاهيرية هناك محمد بن عبد الله بن جبر الهاجري تأتي بسادس المراكز، بينما اللي في المركز السابع ما شاء الله الراهية على سابع المراكز محمد بن احمد بن علي السبوسي، بينما ثامنا المركز الثامن هناك مستمعينا على عزاء نهب لماجد بن علي بن حسن بن احمد المرزوقي، والمركز التاسع الروية على تاسع المراكز لمبارك بن محمد بن مبارك الاقفلي، وفي المركز العاشر وعد ما شاء الله كالرعد شايع بن حمد بن ركاض العامري. هكذا ايها الاخوة اذعنا على حضراتكم ندائنا الاول للعشرة المراكز الاولى ما شاء الله، نتمنى التوفيق، وهناك خلف العشر والله اسامي جميلة مميزة حاضرة هنا مع هذا الانطلاق مع سن الثنايا، سن الجميل، وثمانية كيلومترات هي المسافة لهذا الانطلاق الصباحي الجميل، هذا الانطلاق الصباحي المميز. واذهب هناك مع الصدارة ما شاء الله التنافس ما بين المملكة، وتأتينا التزام ثنتينهن يعني في 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 موقع واحد، موقع جميل، موقع مميز، ولكن التماس التزام تلتزم حقيقة حتى هذه اللحظة بعهودها بينها وبين مالكها ومضمرها، ولكن أرى المملكة سعيد بن حمد بن علي البريصي المري اللي غيرت هناك من الجانب الثاني على المركز الأول، المركز الثاني التزام لحمد أبجاد عبد الله خليفة الهاجري، وبالضبيعة مع الشرود أيضا يتابع تحركات الشرود أيضا ثالث المراكز محمد سالم محمد بالضبيعة الاكتبي، وفي المركز الرابع مرهوق ما شاء الله حمد بن سعيد بن عبد الله بن فلاق الاجتبي ايضا حاضر هنا مع مرفوقه رابع المراكز. انتقل الى الشاهيرية لمحمد بن عبد الله بن جبر الهاجري خامسا، بينما المركز السادس الجساسية سادس المراكز لمحمد غانم عبد الهادي الشهواني ما شاء الله، والنقلة هناك على المركز السابع، المركز السابع الراهي مع السبوسي محمد بن احمد بن علي السبوسي حاضرا مع سابع المراكز ما شاء الله، المركز الثامن الحذره ما شاء الله الحذره، ولا من الجانب الثاني لهب ماجد علي بن حسن بن احمد المرزوقي، وفي المركز التاسع الحذره لمصفر حزام سويد المعسل الدوسري ما شاء الله، بينما المركز العاشر شعار هناك رعار البطين مع العماله ما شاء الله، العماله سالم حمد بن علي البطين المري الحاضر ما شاء الله هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة على أرضية ميدان المرموم. ندائنا الثاني، ندائنا الثاني للمراكز العشر وخلف العشر، أسامي أسامي لن يحن موعد دخولها،
في كوكبة النداء، أسامي حقيقة لن يحن موعد دخولها هنا في عالم النداء، ولكن هناك الموعد، الموعد الموعد عند الكيلو الأخير، عند كيلو الناموس. نتمنى التوفيق للجميع أيها الإخوة. ما شاء الله على المسيطرة، ما شاء الله على الصامدة حتى هذه اللحظة. المملكة بشعار المملكة حاضرة هنا من المملكة للمشاركة وللمتابعة هنا على أرضية ميدان المرموم، استعدادا للمواقف الخطيرة واستعدادا للختاميات ان شاء الله. ما شاء الله المملكة، لسعيد بن حمد بن علي البريصي المري حاضر مع المملكة وصامدة حتى هذه اللحظة على المركز الاول، المركز الثاني، التزام يلتزم. ما شاء الله حمد بجاد عبد الله خليفة الهاجري حاضر ايضا ثاني المراكز والشروط، اللي حقيقة صامدة على موقع وتترقب الجماهير هناك مع الشرود الجميلة. محمد بن سالم بن محمد بضبيعة نقلتنا على مرهوقة بن فلاق، سعيد بن حمد بن عبد الله بن فلاق الاجتبي حاضرا مع مرهوقة رابع المراكز. انتقل الى المركز الخامس، الجساسية المركز الخامس هنا ما شاء الله حاضرة لمحمد بن غانم بن عبد الهادي الشهواني، وفي المركز الخامس هناك، المركز الخامس نهب، ولا من الجانب الثاني شعار السبوسي، شعار السبوسي ايضا حاضرا هناك مع الراهية لمحمد بن علي، لمحمد بن احمد بن علي السبوسي خامس المراكز، ولا المركز سات المركز السابع. ما شاء الله الحذرة لمصفر بن حزام بن سويد الدوسري ايضا حاضر، واول ندى للفاتنة، اول ندى لمحمد بن حمد العيف بن عيف العامري، وهناك البطين ما شاء الله على تاسع المراكز مع العمالة، العمالة الاسم المميز اللي يتميز حقيقة البطين مع هذا سالم بن حمد بن علي البطين المري، وفي المركز العاشر وعد هناك، وعد بعاشر المراكز حاضرة هنا شايع بن حمد بن ركاب العامري. ها هي النتيجة، ها هي النتيجة، والأسامي بدأت تقترب، الأسامي بدأت تقترب هنا عند موعد الاقتراب، الأسامي بدأت تقترب ما شاء الله عند الموعد الجميل. ولكن المملكة، المملكة وعيني عليك باردة، عيني عليك باردة، هي المملكة اللي تسيطر على موقع حساس في هذا الشوط، اللي تسيطر على موقع جميل ومميز ما شاء الله. المملكة بشعارها للسيد سعيد بن حمد بن علي البريصي المري، ولكن المركز الثاني الفاتنة مع بن نعيف ما شاء الله، محمد بن حمد بن عيف العامري، هل العين خادمين نقلتنا على المركز الثاني ولا الثالث؟ هناك اللي غير ثاني المراكز اللي هي وعد شايع بن حمد بن ركاب العامري، والجوري من الجانب الثاني، وتعود ملكية ناصر بن عبد الله المسند. ما شاء الله الأسامي بدأت تقترب، الأسامي بدأت تقترب، ترقبوا يا متابعين قناة دبي ريسنج ويا جماهير المرموم، هناك أحداث سوف تحصل عند اللحظات الأخيرة، هناك أسامي يعني سوف تأتينا من حيث لا نعلم، من حيث لا نعلم من اللحظات الأخيرة. الله يا المملكة، الله يا المملكة، سلامي للمملكة وأهالي المملكة، المسيطرة على مقدمة الشوط، الصامدة على مقدمة الشوط، لسعيد بن حمد بن علي البريصي المري، أحد الشعارات اللي صالت وجالت في هذا العالم. وهناك الجوري ناصر بن عبد الله المسند أيضا حاضر مع هذا الأداء الجميل، ثاني المراكز، المركز الثالث يا رهام، رهام 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 أيها الإخوة، لأسس تعود ملكيته اللي من الجانب الثاني، سعيد محمد بن منانه بن غدير الاكتبي، ولكن هناك العمالة، العمالة هنا مع سالم بن حمد بن علي البطين، وأول ندى أيضا لفرحة لمحمد بن حمد بن دخيل الحسنة المري. الله قلت لكم الشوط، الشوط اللي يبقى مراقبة شوي، يبغي مراقبة، والعمالة هناك من الجانب الثاني اللي خذت حيز،
خذت موقع جميل مميز مع المملكة هنتينهن تقريبا في موقع واحد، موقع جميل موقع حساس، ولكن المملكة ما طاعت تسلم، ما طاعت تسلم، وهناك العمال تحاول والأسامي مع فرحة أيضا والحاضرة هنا أيضا اللي هي رهام. اللحظات الأخيرة وصل بن كعيب، وصل بن كعيب مع زاهية عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي أيضا حاضر مع هذه الأسامي، ولكن المملكة خلوني عند المقدمة، المملكة 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 ما شاء الله تحمل هذا الشعار الجميل، تحمل هذا الأداء المميز هنا على أرضية هذا الميدان، الميدان الذكي، ولكن العمالة العمالة هي البطين، العمالة هناك من الجانب الثاني سالم بن حمد بن علي البطين المري اللي في اللحظات الأخيرة، ولكن حذاري من فرحة، فرحة أيضا بدأت تتحرك، بدأت تأخذ موقع، بدأت تنتقل من مركز إلى مركز لمحمد بن حمد بن دخيل الحسنة المري ما شاء الله. اللحظات الجميلة اللحظات الجميلة اللحظات المميزة هي العمالة يا البطين، خلك في الفورمة، فورمة المركز الأول الكادر العلوي ما شاء الله. وها هي العمالة اللي تشاهدونها على جادة الفاد سالم بن حمد بن علي البطين المري، ولكن هناك اللي هي فرحة لمحمد بن حمد بن دخيل الحسنة المري ما شاء الله. اللحظات الأخيرة الله الله الله، قلت لكم عند اختصاف المسافة هناك أسامي لن يحن موعد دخولها، أسامي لن يحد موعد دخولها، ولكن بنهني مالك فرحة، بنهني مالك فرحة، فرحة ناموسية هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان المرحوم، الميدان الذكي. تهانينا لمحمد بن حمد بن دخيل الحسنة المري بمناسبة فوز، فرحة بالمركز الأول وفرحة جماهيرية هنا على أرضية هذا الميدان من أسوة فوزة بالمركز الأول. المركز الثاني هناك المملكة سعيد بن حمد بن ياسر المري، المركز الثالث لماجد بن علي بن حسن المزوق اللي نهب، المركز الرابع من تأتي في هذه اللحظات شاهيني محمد بن عبد الله بن جبر الهاجر، المركز الخامس مكتوم بن الشيبة السبوسي. هكذا أيها الإخوة عشنا معاكم أحلى لحظات هذا الانطلاق الجميل والمميز، وفرحة ما شاء الله هي صاحبة هذا الشوط. تهانينا لمالك فرحة محمد بن حمد بن دخيل الحسنة المري على فوزه في أول المراكز، وها هي لحظات وصولها ووصول فرحة إلى خط النهاية قاطعة مسافة 8 كيلومترات 3 دقائق ثانية 4 أجزاء من الثانية أو 13 دقيقة ثانية 1.4 أجزاء من الثانية. تهانينا تهانينا والنمس لمالك محمد بن حمد بن دخيل الحسنة المري. هكذا كانت النتيجة. المركز الثاني كان من نصيب المملكة لسعيد بن حمد بن علي بريس المري 13 دقيقة 3 ثواني و7 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. وفي المركز الثالث حقيقة كان من نصيب اللي في المركز الثالث كان من نصيب هناك اللي هي نهب لماجد بن علي بن حسن بن أحمد المرزوقي 13 دقيقة 4 ثواني و9 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس.